الذي يصارع من أجل ضمان البقاء استقبل على أرضه وأمام جمهوره ثالث جدول الترتيب فريق شبيبة سكيكدا الطامح إلى تحقيق الصعود هذا الموسم. الوداد بادر بالهجوم منذ البداية وصنع بعض الفرص دون إصابة الهدف. رد الشبيبة جاء عند الدقيقة 7 بعد هفوة في دفاع الوداد، المهاجم هادف عبد الملك يفتتح التسجيل. بعدها حاول الوداد معادلة النتيجة بعد خطأ من حارس الشبيبة خيثر وكرة بلطرش كادت تزور الشباك لولا تدخل المدافع كناب الذي أخرج الكرة بالرأس منقذا مرماه. لقطة تلتها مخالفة حبشي التي حولها الحارس خيثر إلى الركنية. بعد ذلك انتهى الشوط الأول بتفوق الضيوف بهدف دون رد. المرحلة الثانية سيرها أبناء روسيكادا بذكاء كبير مستغلين تراجع أداء لاعبي وداد تلمسان الذين لم يصلوا إلى مرمى خيثر كثيرا ما عدا في اللقطة الخطيرة التي جاءت عن طريق تسديدة بوغاليا التي تألق الحارس خيثر في صدها منقذا فريقه من هدف التعادل. وفي الدقيقة 83 المدافع كناب من جانب الضيوف ينفذ مخالفة من على بعد حوالي 70 مترا تخادع الحارس بوشعور وتسكن الشباك، واحد من أجمل الأهداف وأغربها في بطولة هذا الموسم. السكيكديون كانوا قريبين من إضافة هدف ثالث عن طريق مختار هشام الذي انفرد بالحارس بوشعور وهذا الأخير يتصدى للكرة لتنتهي المباراة بفوز ثمين للسكيكديين، فيما تلقى الوداد هزيمته 9 هذا الموسم.